هؤلاء العلماء الذين أكرم الله الأمة بهم، وعلى رأسهم الخليل ابن أحمد الفراهيدي، مفخرة الإسلام. أنا أحب أن أسمي هذا الرجل مفخرة الإسلام الحقيقة. يقول عنه تلميذه سيبويه: إن الخليل ذاق الحروف. يعني سبحان الله، من فين جاب العبارة سيبويه؟ والله ما بعرف. شوفوا ما أحلاها، كل منا يتذوق الطعام، أليس كذلك؟ لما نضع بأفواهنا اللقمة تلاقي عم يتذوقها من حيث الملوحة والحموضة وما بعرف إيش إن الخليل شو عمل؟ ذاق الحروف أو تذوق الحروف، يعني جلس ينظر في حروف اللغة العربية، يقول أخ أخ أخ، خا 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 خا، خو خو خو، خي أخ أخ أخ، خا خو، ويقلبه مفتوحا ومضموما ومكسورا، ويضع يده على حنجرته أخ. فكتب الخاء من فين؟ من أدنى الحلق. أب أب، با 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 با، بو بو بو، بي بي بي، أب أب، با أب. كتب الباء من شفته، وهكذا مر على الحروف كلها، فضبط لنا إيه؟ أماكن خروجها. لكنه بعد أن فعل ذلك نظر فوجد بأن هذا وحده لا يكفي، لأنني ممكن أقول با وممكن أقول با، با بو بي، أليس كذلك؟ من الشفتين أيضا. فقوله الباء من الشفتين غير كاف لضبط الباء العربية، لأن العرب تقول با بو بي ولا تقول با بو بي، العرب تقول خا ولا تقول خا، العرب تقول را ولا تقول را، مع أن المخرج واحد، خا وخا من نفس المكان، را ورا من نفس المكان، ما الفرق؟ أيوة في الصفات. فبعد أن ضبط المخارج التفت إلى إيه؟ أيوة، فصار ينظر في الحرف العربي، أف أف أف، هذا في معه إيش؟ هواء يتدفق، أف، الحنجرة ما في فيها إيه؟ اهتزاز، أف، فوضع الفاء على جنب، جاء إلى حرف آخر، أز أز، أف أز أز أز، هذه إزاي ما فيها هواء كالفاء، وأيضا فيها إيه؟ اهتزاز، أز أف، وضع الزاي في الطرف الآخر، لم يضعها مع مين؟ مع الفاء. وهكذا بدأ ينظر في الحروف حرفا حرفا إلى أن قسمها إلى كم مجموعة؟ مجموعتين، مجموعة لا يهتز فيها الوتران الصوتيان في الحنجرة، وصوتها في معه إيه؟ هواء متدفق. شو سماها؟ باعتبار هذا الصوت ضعيف سماه همس، لأنه الهمس في اللغة الكلام الخفي أو بصوت منخفض، ما بقول لك همس في أذني، شو يعني همس في أذني؟ يعني عم يتكلم بصوت هديك فيها زز، يعني فيها إيش؟ أيوة، فسماها الجهر، حتى التسمية كانوا موفقين فيها غاية التوفيق. فعمل الخليل كان هو التأمل والرصد والتعبير، ليس اختراع أشياء من لا شيء، انتبهنا؟ بهذا نحن نرد على بعض إخواننا هداهم الله الذين يقولون إن علم التجويد من اختراع المشايخ. إن كنت تقصد باختراع المشايخ يعني هم الذين اخترعوا أن الفاء مهموسة والقاف مجهورة فليس كلامك صحيحا يا أيها المتكلم،
وإن كنت تقصد أنه من اختراع المشايخ بمعنى هم الذين ضبطوه وقعدوا لغة موجودة فكلامك صحيح ويشكر على ذلك، لأنهم ماذا عملوا؟ ضبطوا شيئا موجودا. أيها الإخوة الكرام، لو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كاميرات تصوير ديجيتال ومش عارف إيش من هذه الأشياء موجودة في عصرنا وصورت لنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو القرآن، لكنا في غنى عن كل هذا الكلام الطويل العريض، ولكنا وضعنا تلك الأشرطة وتأملناها ونظرنا في تلاوته صلى الله عليه وسلم وقلدناه وحاكينا تلاوته بأبي وأمي هو. لكن ليس ثمة تلك الأدوات في تلك العصور. لذلك ما فعله الخليل رحمه الله ومن بعده غيره أيضا من العلماء كسيبويه وكالفراء وكعبد الوهاب القرطبي وغيرهم من الأئمة الكثر الكبار الذي فعلوه، نستطيع يا إخواني أن نسميه التصوير الكتابي. هم صوروا ولكن عن طريق إيه؟ الكتابة. هذه هي الوسيلة المتاحة في ذلك العصر، التصوير عن طريق الكتابة. لذلك لهم منا الدعوات، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا. يدعو لهم هنا وكلنا ندعو لهم، لولا الله عز وجل ثم هؤلاء الأئمة لضاع القرآن العظيم. نحن اليوم ولله الحمد بعد 15 قرنا من نزول القرآن العظيم نرفع رؤوسنا عاليا ونفخر بأن ما نسمعه من الشيخ محمود خليل الحصري ومن عبد الباسط عبد الصمد في تسجيلات الاستوديو وليس الحفلات، ومن كان على شاكلتهم من السادة القراء، هو كما نطق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالباء التي ننطقها اليوم باء نطقها أصحاب رسول الله باء، والسين سين، والفاء فاء، والممدود ممدود، والمغنون مغنون، والمقلقل مقلقل. هكذا نطق العرب، وهكذا تكلموا بكتاب الله عز وجل، وهكذا نقل كلام الله عز وجل إلينا جيلا عن جيل. فم ينطق وأذن تسمع، فم الشيخ ينطق وأذن الطالب تسمع، ثم فم الطالب ينطق وأذن الشيخ تسمع، فإما أن يقر وإما أن يصحح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا، اللي هي سورة إيه؟ إن الله أمرني أن أقرأ عليك. هذه شو اسمها أيها الإخوة؟ قراءة الشيخ والتلميذ يسمع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي في مناسبة أخرى لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. هذه شو اسمها؟ قراءة التلميذ والشيخ يسمع. فإما أن يقر وإما أن إيه؟ أن يصح. فيكفي سيدنا عبد الله بن مسعود فخرا أنه قرأ من أول النساء إلى فكيف إذا جئنا، كم صفحة هذول، وما قال ردني بكلمة، بل قال له حسبك. نفس الكلام يقال لما اختلف سيدنا عمر رضي الله عنه مع هشام ابن حكيم ابن حزام، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب من كل منهما أن يقرأ، فلما قرأ هشام قال صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزل. ما هذه الشهادة؟ الله يجعلنا وإياكم، قولوا أمين. يوم القيامة إن شاء الله في الجنان نقرأ أمام رسول الله ثم يقول لنا إيه؟ هكذا أنزل. هكذا أنزل أيها الإخوة أعلى من أجزتك، أعلى يعني معناها ما عندك ولا ملاحظة. هكذا أنزل. وكذلك اقرأ يا عمر، فقرأ سيدنا عمر فقال له إيه؟ هكذا أنزل.
فبتلك الدقة فم يقرأ وأذن تسمع، ثم فم الطالب يقرأ وأذن الشيخ تسمع، فإما أن يقر وإما أن يصحح. كنت أقول بالأمس لبعض الإخوة ولعل بعضهم حاضر معنا الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا يعلمنا دعاء قبل النوم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك، يقول في آخره: وبنبيك الذي أرسلت، أليس كذلك؟ فالصحابي الراوي لهذا الحديث يقول: فأعدته كالمستذكر له، يعني أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: وبرسولك الذي أرسلت، فقال لي: وبنبيك الذي أرسلت. فإذا كان هذا تصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد إيه؟ دعاء ليس قرآن. وكلمة رسول وكلمة نبي في بينهم يعني تقارب في المعنى، تمام؟ فهذا تصحيحه صلى الله عليه وسلم لدعاء، فما بالكم بكلام الله عز وجل. لذلك هنيئا لأذن سمعت رسول الله، وهنيئا لفم نطق القرآن أمام رسول الله فأقره صلى الله عليه وسلم. وعسى أن يكرمنا الله وإياكم بذلك في أعلى الجنان، اللهم آمين يا رب العالمين. إذن